أراد بجودك يا حين ويوند نوعنا البالي وإلى الملكوت يرقينا أرسل ملك المتلالي حملان البشارة لوادينا إلى مريم بالنطق الغالي افرحي يا مختار من بارينا وهبتي نعما مع تكريم وفضلتي على الأبرار إذ اختارك إله إبراهيم وظل لك بقوة ووقار ليتجسد من كبسر عظيم ويولد لب ذو الاقتدار ويمنح بيده كل نعيم ويشرق عليهم بالأنوار ومنزق تبلت تبشير وإذ عنت للسر الأعظم حل الكلمة كالتدبير وخذ جسدا منك يا مريم قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة السلام والفرح الذي يأتي به عيد الميلاد دائما ليملأ الأرض سلاما السلام والفرح الذي حدث بين الله والبشر السلام الذي حدث بين الجسد والروح السلام بين الإنسان وأخيه الإنسان أفراح الميلاد نجدها في كل الأشياء والأماكن والشخصيات المرتبطة بهذا الحدث العظيم أما التقويم القبطي فهو تقويم فرعوني وهو أقدم تقويم على الأرض يحتفل المسيحيون جميعاً في ليلة 29 من كيهك بعيد الميلاد المجيد ويعتبر 29 من برمهات هو عيد البشارة يوم بشر الملاك جبرائيل العذراء مريم بميلاد الطفل يسوع وإذا قمنا بحساب المدة ما بين 29 من برمهات والتاسع والعشرين من كيهك نجدها 275 يوما
هي مدة الحمل الإلهي، وفي السنة الكبيسة التي يأتي فيها شهر النسي آخر شهور السقطية ومدته 6 أيام، تكون السنة كبيسة. يحتفل المسيحيون ليلة 28 من كياه وليس ليلة 29 من كياه. الصلاة مستمرة حتى نهاية القداس الإلهي حصريا على التلفزيون المصري، على الفضائية المصرية والقناة الثانية وفضائية أمريكا. ينقل عنا كل القنوات الفضائية بما فيها القنوات المسيحية، قناة أغابي وقناة مي وقناة الحرية وقناة سي، ينقلون الحدث من البداية إلى النهاية من التلفزيون المصري حصريا. التهاني القلبية من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والسيد مجدي لاشين رئيس التلفزيون، والدكتورة درية شرف الدين على رأسهم، والتي قامت بالمجيء هنا لحضور القداس الإلهي وتهنئة قداسة البابا تواودروس الثاني. نستمر مع حضراتكم حتى نهاية القداس الإلهي. كل عام حضراتكم بخير. ودعينا بنين له بالإيمان، يا لهذه المكارم السنية، فاضلة على جبلة آدم، لا تدركها أفهم بشري يا وتحار العقول كيف تفهم. المجد مترنمين بتهليل مدعون. كل الطقوس العلوية يخضعون لعظمته بسجود، هاتفين بأنغى من روحية لتقديس رب الموت. اليوم ولد الابن المتعال من الحظر ناسل الأبرار، واتضح علانية بكل كمال كما أوحى في الأصفار. إن ملك العظمة يشرك في بيت لحم بالأنوار، وظهوره القديم
السليم منزه عن الأبصار. يا مدينة داود طوباك، يا من فيك الخير عام، منك ظهر سلام عليك يا بيت الله. المجد لك يا رب الصباوت الساكن بالنور الأعظم، يا من أتى التعبير، كيف الإله الكلي القدرة تسعة شهور كالتدبير حملته سيدة البرارة. كيف وقد نادى البشير مبهرنا على البشرى نيرا، ليس عند الله أمر عسير بل يوفي وعده بمسرة. وفي تمام حمله العجيب في أعشاء البتول النقية ولد منها الابن الحبيب طفلا منظورا للبشرية. مولده المدهش الغريب احترت الجنود السماوية ونطقوا بتسبيح يطيب ورنموا بنغمة جالية. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس مسرات العالي قدوس رب الأنام. المجد لك يا رب الصباوت الساكن في النور الأعظم، يا من أتانا في النسود و
قد ملأوا الجو بالأنغام وهتفوا جميعا بالترتيل ونادوا في المسكونات بسلام صبحوا له بصوت جليل وبوك الملائكة بالإكرام لمولد ملكهم عمانوئيل وفرحوا مع كل الأنام بدر الرعام مبشرين إن المخلص ولد الآن والراعي الحق الأمين الذي يرجوه كل إنسان نهضوا بالفرح ساعين لموضع مولده باطمئنان وتحقق البشرى بيقين حيث شهدوا طفل بالعيان يا لهذه الحكمة الإلهية والسر العلي عن الأفهام اليوم نرى عذرا نقيا لمن أبدع الأنام المجد لك يا رب الصباحون الساكن في النور الأعظم يا من أتانا في النسود يا أولي العقول والأفهام انظروا أمرا كل الإعجاب ملكا قدوسا ضابط الأحكام رب الأرباب وهو الكلمات منح الأنعام المتجسد وحيد الآب الواهب العالم كل سلام نمضي لمدينة داود لنرى عجبان يعلو تكيب ونشاهد الطفل المولود يرضى اللبن النقي الشريف
فأتت الملائكة بسجود وتحظى أمامه بالتشريف وتقر بأنه المعبود الجالس على عرشه المني ورعاة تسعى بالأفراح وبذكر ميلاده تترنم مع زهر نور وضح إكراما للموت.